النهاردة ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، أيقونة الجمال الهادي وصاحبة الأداء اللي كان دايماً بيخطف القلوب. مريم فخر الدين ابتدت مشوارها الفني بالصدفة وتحولت بسرعة لنجمة من نجمات الزمن الجميل، وقدرت تقدم أدوار كتير متنوعة بين الرومانسية والتراجيدي والكوميدي في أكتر من 240 فيلم. في الحقيقة ملامحها الأوروبية وموهبتها الفريدة خلوها رمز من رموز السينما المصرية والعربية، ورغم رحيلها لسه جمهورها فاكرها ولسه بيحبها لغاية لحظتنا دي، ولسه بتفضل عنده أيقونة من أيقونات الجمال في زمن السينما الجميل. علشان كده تفضل مريم فخر الدين جزء من تاريخنا المصري في السينما في هذا الزمن. تعالوا نشوف مزيد من المحطات الفنية في مسيرة مريم فخر الدين. اليوم ذكرى رحيل الفنانة مريم فخر الدين، صاحبة الملامح الهادئة والجمال الفريد التي كانت بأدائها السهل إضافة مهمة للسينما المصرية والعربية. لم تكن مريم تخطط لدخول الفن، حيث أتت الفرصة مصادفة في عيد ميلادها 16 عندما ذهبت إلى أحد الاستوديوهات لالتقاط صور تذكارية، وتصادف أن هذا الاستوديو كان يدير مسابقة جمال، فطلب منها المصور ضم صورتها للمسابقة بشرط عدم إبلاغ والدتها أو وضع اسمها، وفازت بالفعل بالمركز الأول. ولاحقاً عرض عليها العمل في فيلم ليلة غرام من قبل المخرج أحمد بدرخان، ليصبح هذا الفيلم انطلاقتها في عالم السينما. عرفت مريم في البداية بأدوار الفتاة الرومانسية الطيبة، لكنها أثبتت موهبتها في تقديم أدوار متنوعة، حيث قامت بدور المدمنة في فيلم بلا عودة، وقدمت دور الخائنة في فيلم مع الذكريات، ولعبت دور الممرضة المزيفة في لمسة حنان. ما نزعلش الغزلان أبداً، عايز الإبرة؟ أيوة! الإبرة! كل شيء بتمام. كما قدمت أدواراً للأم مما أظهر تنوعها وقدرتها على أداء مختلف الشخصيات ببراعة. قدمت الفنانة مريم فخر الدين حوالي 240 فيلماً تعتبر من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية، منها رد قلبي، حبيبي دائماً، موعد مع الماضي، الحب الأول، النوم في العسل، والبنات والصيف. ليه تأخرت يا علي؟ أنا استنيتك النهاردة الفجر وكنت بستناك في كل فجر. أصلي ما خرجتش إلا النهاردة الساعة 9 الصبح. هو معقول أتأخر عنك يا إنجي؟ ما كنتش فاكرة إنك هتوحشني كده. أنا ما وحشتكش يا علي. أبداً، لأنك ما سبتنيش لحظة. وكل ما بتوحشيني كنت ببص للوردة. صحيح يا علي، لسه محتفظ بالوردة. طول العمر. أما في التلفزيون فتركت بصمة واضحة بمشاركتها في أعمال درامية بارزة مثل رأفة الهجان والعائلة والوتر المشدود والحاوي. ونظراً لجمالها وملامحها الرقيقة أطلق عليها العديد من الألقاب مثل ملاك السينما، الأميرة إنجي، والحمامة الوديعة، وبرنسيسة الأحلام. كما حصلت خلال مسيرتها على جوائز وشهادات تقدير عديدة تجاوزت 500 شهادة، وكان من أبرزها الجائزة الأولى عن دورها في فيلم لا أنام، بالإضافة إلى تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2009. ورحلت مريم فخر الدين في 3 نوفمبر عام 2014 إثر سكتة قلبية، تاركة خلفها إرثاً فنياً خالداً يخلد مسيرتها المتميزة في الفن المصري والعربي.